نعم، أحبتنا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتنا الكرام مرة أخرى وأساتذتنا الأفاضل، وأنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد. يسرني أن أرحب بكم من جديد في هذه المحاضرة العلمية الهامة والتي يقدمها الدكتور جاسم محمد صالح المطيري، والتي ستتناول موضوعا حيويا ومحوريا في عصرنا الحالي، وهو التنمية المستدامة بالسيناريو تكوين وتمكين. التنمية المستدامة ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي نهج عملي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي وحاجات المجتمع والاعتبارات البيئية. من خلال استخدام السيناريوهات يمكن استشراف المستقبل وتصميم سياسات واستراتيجيات تمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر فعالية. في هذه المحاضرة سيقدم لنا البروف جاسم المطيري رؤية عميقة حول كيفية استخدام السيناريوهات كأداة فعالة في التخطيط المستقبلي، مما يساعدنا على تصور التحديات والفرص المحتملة واتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. أتمنى أن تكون هذه المحاضرة فرصة للتعلم والنقاش المثمر، وأن نخرج منها برؤى جديدة وأفكار مبتكرة تساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مستقبل أفضل. أشكركم على حضوركم، ونتطلع إلى محاضرة غنية بالمعلومات والنقاشات المفيدة. وقبل أن ننقل المايك للدكتور جاسم، دعونا نذكر بعضا من سيرته العلمية الزاخرة بالعلم والعلوم، وقد حاولت اختصارها قدر الإمكان وذلك لضيق الوقت، فأرجو من الدكتور أن يسامحني على ذلك. فالدكتور جاسم محمد الصالح المطيري هو خبير ومستشار دولي في مجالات التدريب والموارد البشرية ومخاطر الموارد البشرية، يتمتع أيضا بخبرة واسعة في هذه المجالات، وله من التعليم والشهادات حاصل على شهادة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة بمصر، ونال عدة درجات دكتوراه فخرية من جامعات دولية مثل جامعة الحياة المفتوحة في سوريا، وجامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، وجامعة نيوكاسل، وجامعة كامبريدج الدولية في المملكة المتحدة، وأكاديمية التميز العالمية. وله من الخبرات المهنية، فقد شغل منصب مدير إداري في مجموعة بلشرف التجارية من عام 2006 حتى عام 2013، وعمل رئيس قسم الحوالات في بنك الرياض ومدير الأمن الصناعي في شركة البترول الكويتية، وتولى مناصب مختلفة في بنك الراجحي من العام 87 حتى عام 91، وعمل مع عدة جمعيات خيرية منها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وجمعية البر الخيرية. وقد قدم الدكتور العديد من الدورات التدريبية في دول متعددة منها الكويت، مصر، الإمارات، قطر، ولبنان والسعودية. وهو خبير معتمد في العديد من المؤسسات التدريبية مثل أكاديمية جلوبال لينك في ماليزيا وأكاديمية كونكورد الدولية في أمريكا. وله من العضويات والمناصب الفخرية، فهو عضو في العديد من المنظمات الدولية والعربية مثل المجلس الخليجي العربي للتنمية المستدامة والأكاديمية الأوروبية العربية للتنمية البشرية والتدريب. وله من الأوسمة والتكريمات، فهو حاصل على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير من مؤسسات علمية ومنظمات دولية ومحلية، تقديرا لجهوده في نشر المحبة والسلام والتنمية البشرية. ما شاء الله دكتور، مسيرة حافلة، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يرفع قدركم، ولكم الصلاحية كاملة، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة الضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساكم جميعا. هل الصوت مسموع يعني؟ نعم دكتور، نعم تفضل. أحمل المادة الله يحفظك. نعم دكتور، نعم بإمكانك مشاركة الشاشة دكتور. من وين أقدر أحمل المادة إذا تكرمت؟ دكتور إن أحببت إرسالها لي، أو بإمكانك أنه برنامج ايه في خلط تمام الله يحفظك. طيب أبشر الآن. هل وضع الآن
وضحت المادة عندكم؟ نعم دكتور، على بركة الله، تفضل. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير وبكل صحة وبكل سلامة وبكل حب وبكل تفاؤل، وأيضا وبكل نقول بكل تنمية مستدامة إن شاء الله تعالى. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوعنا اليوم هو موضوع طويل جدا، وسأحاول بمشيئة الله تعالى الاختصار، وهو طبعا جزء من رسالة الدكتوراه في التنمية المستدامة من خلال رسالة الدكتوراه الإدارة الاستراتيجية أو المنظومة المتكاملة للإدارة الاستراتيجية بالسيناريو. إن شاء الله سنحاول إيصال الكثير من الأمور، لأنه التنمية المستدامة بالسيناريو بين التكوين والتمكين هو موضوع جديد حقيقة، ولأول مرة يعرض في الوطن العربي، وأخذته من جزء من الرسالة وحولته إلى أن يكون أيضا هو دورة تدريبية. لما احنا نقول الهدف العام لهذه المحاضرة هو أن نمكن المشاركين إن شاء الله تعالى من إدراك كل ما يتعلق بالتنمية المستقبلية المستدامة، والتعرف على ماهية التمكين أيضا وركائزه، وإن شاء الله سنكتشف أسس التنمية المستدامة والتعرف أيضا على مؤشرات التنمية المستدامة والاطلاع على مجالات تحقيق التنمية المستدامة واكتشاف معوقات التنمية المستدامة، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة واكتشاف ماهية التمكين والتعرف على فوائد التمكين. وسوف نوضح أيضا الفرق بين التمكين وبعض المفاهيم الإدارية الأخرى، والاطلاع على النظريات الخاصة بالتمكين. راح نتكلم فقط عن محورين إن شاء الله تعالى، وهي طبعا الطريق للتنمية المستقبلية المستدامة بالسيناريو، ومحور ماهية التمكين وركائزه. حقيقة تحدث الدكتور سابقا عن المشاكل التي تتعرض لها الكثير من الجامعات من أجل تحقيق وتطبيق عملية التنمية المستدامة. سأتطرق بهذا الموضوع من جانب آخر، وسيكون يعني شاءت الصدف على أنه يكون في هناك ترابط إن شاء الله ما بين المحاضرة السابقة لدكتورنا الغالي. طبعا قبل لا أبدأ، أنا بدوري أشكر حقيقة منصة أريد على هذا الجهد القوي الذين يقومون به وبنشر العلم في كافة المحافل الدولية، وأنا أشكر أيضا كذلك جامعة أربيل على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر شكر خاص لسعادة الدكتورة هند الذي كانت فعلا مصرة ومتابعة على أن يكون لنا حضور متواجد في هذا المحفل الرائع والمميز. ونحن نؤيد كل المحافل العربية التي تقوم بتطوير العقول العربية والإسلامية بالعلم والمعرفة. الطريق للتنمية المستقبلية المستدامة، والتي نقصد بها ما بين قوسين اللي هي السيناريوهات. طبعا السيناريوهات الذي لا يعرف يعني مثلا طريقة السيناريوهات، السيناريوهات عبارة عن فرضيات واحتماليات مستقبلية لكافة الأحداث. وعندما نقول لكافة الأحداث ونخصص فيها بالذات في التنمية المستدامة، إذا نحن لدينا 17 هدف في التنمية المستدامة، ماذا فعلنا لها؟ ممكن أن إحنا الآن لا نستطيع
فعل وتطبيق تلك الأهداف في كافة الدول العربية من كافة النواحي، أنا أقول، وليس من ناحية واحدة فقط. ولذلك احنا لابد أن نكون، لأن العالم يتغير ويتغير بسريع، ولذلك لابد من وضع افتراضات واحتمالات لهذا الموضوع بالكامل، دون أن يعني أن نضع مجال لأن نقيد تلك الافتراضات والاحتمالات، بل أن نفتحها على مصراعيها ونضع لها قواعد ونضع لها أهداف ونضع لها أيضا كذلك خطط مستقبلية. لأنه في حال مثلا، خلينا نقول لكم، أضرب مثال على موضوع الأزمات، لم يكن لدينا استعداد سابقا عن كافة الأزمات التي تحصل الآن في الوطن العربي. ولذلك عندما تحدثت في عام 2010 أو 2012 في منطقة في لبنان، ووضعت إدارة الأزمات بالسيناريو، وضعنا فرضيات لاحتمالين: احتمال الحروب في الوطن العربي واحتمالية الأوبئة في الوطن العربي. لم يكن تنبؤا نهائيا، ولكن كانت فرضيات وعملنا عليها، ولكن كان الاستهتار للأسف الشديد في تلك الأمور أو الفرضيات التي وضعناها للأزمات، ولم يتم التقيد بها، وحصل ما حصل من جحيم عربي حقيقة في هذه الأيام، وما زال الجحيم العربي مستمر. ولذلك تعد التنمية بأنواعها عملية ديناميكية مستمرة تنبع من كيان وتشمل جميع الاتجاهات. احنا لدينا كيانات، وكياناتنا أيضا الحكومة، كياناتنا أيضا المجتمع نفسه، أنا أعتبره ككيان واحد وموحد. أي مؤسسة سواء كانت على المستوى الحكومي أو المستوى الغير حكومي، لأن هذه عملية مطردة تهدف إلى تبديل الهياكل الاجتماعية وتعديل الأدوار والمراكز وتحريك الإمكانات المتعددة الجوانب بعد رصدها. إحنا لابد أن نتكيف، لابد أن تتكيف التنمية المستدامة على يعني البعض يقول ما في إمكانات، لا، في إمكانات، في إمكانات، وإمكانات متوفرة أيضا على حسب ما هو متوفر، لأن الطاقات والقدرات والإمكانات أنا أكيفها وأوظفها لصالحي على حسب ما هو موجود. حتى لو لم أصل إلى درجة 100%، لابد أني أنا أركز على هذه الطاقات والقدرات والإمكانات من أجل تحقيق ما أريد، لا ما يريد الآخرون، لأنه إحنا نملك كلنا، الجميع مبدع، الجميع في غاية الإبداع، الجميع مفكر، ولكن نحتاج إلى وجود هذه الآليات الموجودة لدينا، و يعني تكييفها على حسب ما هو موجود. يعني حتى الجامعات التي تطرق لها الدكتور يجب أن تكيف أمورها على الطاقات والقدرات الموجودة لديها من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهذه تريد مهارات، وتريد عمل، وتريد كيفية معرفة المسار الحقيقي الذي سوف أتوجه به وأنطلق من خلاله. ولذلك نقول توجيهها، نوجهها نحو تحقيق هدف التغيير في المعطيات، سواء كانت الفكرية وقيمتها، وبناء على دعائم الدولة العصرية، وذلك من خلال تكافل القوى البشرية. نحن لدينا في الوطن العربي قوى بشرية قوية جدا، لكن للأسف الشديد لم تستقل تلك الحكومات أو تلك المؤسسات هذه القوى البشرية المبدعة لترجمة الخطط العلمية التنموية إلى مشروعات فعالة تؤدي مخرجاتها إلى إحداث التغييرات المطلوبة اللي احنا نريدها، لا التي يريدها الغرب. وأتكلم هنا عن مسألة أنه إحنا للأسف الشديد كلما قام الدول الغربية بعمل أو بفعل شيء نريد أن نجري خلفه وأن نعمل على تطبيقه. أليس لدينا نحن
لأنه أهل مكة أدرى بشعابها. إحنا نعرف طبيعة وبيئة الوطن العربي، ولكل دولة من الدول لها بيئتها ولها مخرجاتها ولها مدخلاتها أيضا في عملية تطوير البلدان من خلال أوكي التنمية المستدامة أقرتها 17 الأمم المتحدة، ولابد أنه إحنا نعمل عليها من خلالنا إحنا، مش من خلال الأشخاص الآخرين. وطبعا أورد أكثر من 80 تعريف مختلف، في الغالب يعني متنافسا وأحيانا متناقضا، ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا هي التي ذكرناها. الآن نتطرق لأسس التنمية المستدامة. هناك أسس لابد أن نمشي عليها، لأنه العملية ليست عملية فوضوية أنه إحنا نريد، ولكن في هناك أسس معينة، وهذه الأسس هي التي يستند إليها مفهوم التنمية المستدامة، وهي الضمانات الرامية إلى تحقيق أهدافها. وأهمها طبعا راح نتطرق إلى تقريبا حوالي ست يعني نقاط مهمة سأسردها سردا، وبعد ذلك أجمعها إن شاء الله في تعليق واحد. أن تأخذ التنمية في الاعتبار الحفاظ على خصائص ومستوى أداء الموارد الطبيعية الحالية الموجودة لدينا حاليا، وأيضا المستقبلية كأساس لشراكة الأجيال المقبلة في المتاح من تلك الموارد. ماذا أعددنا إحنا لما أقول ماذا أعددنا إلى الأجيال القادمة المستقبلية؟ ماذا أعددنا لابني وابنك وحفيدي وحفيدك وحفيدتك أيضا؟ ما إيش اللي إحنا عملناه؟ ما الذي عملته الحكومات أيضا كذلك في هذا؟ تركيز التنمية إزاء هذا المفهوم على قيمة العائدات، عائدات النمو الاقتصادي الموجود لدينا. إحنا البعض للأسف الشديد يفكر بأنه لابد من أن تكون هناك عائدات قوية جدا. لا، إحنا نريد أن نعمل على ما هو موجود حاليا، النمو الاقتصادي بقدر ارتكازها على نوعية وكيفية توزيع تلك العائدات. ما في عندنا نظام حقيقة إلى كيفية توزيع هذه العائدات وفق الأهمية ووفق الاحتياج ووفق يعني المستقبل القادم لهذه التنمية المستدامة، لأنه يتعين علينا إعادة النظر في أنماط الاستثمار الحالية، لأنه لابد حقيقة، أنا أقول لابد من إعادة جدولة الأمور الاقتصادية وبالذات في الوطن العربي، مع تعزيز استخدام وسائل تقنية أكثر توافقا مع البيئة، لأنه هذا الأمر وهذه النقطة هي متخصصة بهدف البيئة وتغيير المناخ، لأنه لا نريد ضرر والإخلال بالتوازن البيئي والحفاظ على استمرارية الموارد البشرية أو الموارد أيضا كذلك الطبيعية والبشرية. أيضا لا ينبغي الاكتفاء بتعديل أنماط الاستثمار فقط وهياكل الإنتاج، وإنما يستلزم الأمر أيضا تعديل أنماط الاستهلاك. نحن مفرطين في الاستهلاك، يعني نفرط في استهلاك المياه، نفرط في استهلاك الكهرباء، ولكن لما ننظر إحنا للأمور والأجيال القادمة المستقبلية لابد أن نقنن ذلك الاستهلاك، لأنه لا نريد، يعني نريد أن نتجنب الإسراف وتبديد الموارد وتلوث البيئة. لابد أن يشمل مفهوم العائد من التنمية لكل ما يعود على المجتمع بالنفع. يعني دائما ما كنا يقول لك أنه في احتياطات للنفط، طيب احتياطات النفط ألا يقابلها احتياطات موارد؟ أيضا وجود احتياط موارد للمستقبل، لأنه هذا الأمر لا يقتصر على العائد أو التكلفة، ولكن على مردود الآثار البيئية الغير مباشرة وما يترتب عليها في كلفة اجتماعية. أيضا استدامة وتواصل واستمرارية النظم الإنتاجية، يعني أسس الوقاية من احتمالات انهيار مقومات التنمية المستدامة، خاصة بالدول النامية التي تعتمد على نظم تقليدية. لا نريد ان احنا
الأمور التقليدية التي ترتبط بمقومات البيئة الطبيعية. إحنا نريد أن نكون بالمقدمة. إحنا وضع لنا أهداف من أمم متحدة، أهداف الـ17، ولكن عندما ننظر أساساً إلى موضوع التنمية المستدامة، التنمية المستدامة وضع قواعدها. أولاً السنة النبوية والرسولنا صلى الله عليه وسلم وضع قواعد التنمية المستدامة، ولو رجعنا لها لرأينا سيناريوهات كثيرة جداً، ورأينا أمور كان يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ماذا سيحصل في الأمور المستقبلية؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو يعني يوحى إليه ويتحدث بأحاديث مرسلة لنا. لكن عندما نقول أيضا مؤشرات التنمية المستدامة، مؤشرات التنمية المستدامة، التنمية المستدامة عملية وليست حالة، لأنه العملية هي عملية مستمرة باستمرار وتكون مستدامة، وأما الحالة تنتهي بانتهاء الغرض الموجود منها. الاستمرارية لأنها مستمرة ومتصاعدة أيضا، تعبيرا عن تجديد الاحتياجات المجتمع وتزايدها. احنا للأسف الشديد في كثير من الدول العربية لا تنظر إلى مسألة عملية المتغيرات التي سوف تحصل مستقبلا، ولا يوجد لديها استعداد، ولذلك هذه المؤثرات ستكون تؤثر على الشعوب العربية، لأنها عندما تتفاجأ بمتغيرات ولا يكون هذه المتغيرات لها وجود استعداد لها، وبالتالي تحصل ربكة، كما هو الحاصل حاليا حقيقة للأسف الشديد في اقتصاديات الوطن العربي بالكامل، كما حصل أيضا في أزمة كورونا، عملت ربكة كثيرة جدا. رغم أنه كنت أتحدث وتحدثت في جامعات الدول العربية ما هو الاستعداد الذي سوف يتم في الوطن العربي في حال حصول أوبئة، فكانوا يعني مش مصدقين أو مش متخيلين أو مش متوقعين بأنه ستكون في هناك أزمات حقيقية أو أزمات ممكن أنها تغير من إيديولوجية الوطن العربي، لأنه التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات، ما في أحد ليس له دور. أنا أقول سواء كان من حتى في مجال الأسرة أيضا كذلك وجود التنمية المستدامة وهي مسيطرة. ماذا أعددنا أساسا؟ أنت كرب أسرة ماذا أعددت؟ ما هي السيناريوهات القادمة لأفراد أسرتك؟ طيب أنت ما هي السيناريوهات القادمة في أيضا في المجال الاجتماعي؟ ما هي السيناريوهات القادمة في المجال أيضا حتى المهني والصحي والمالي؟ ما الذي أعددناه لهذه الأمور؟ ولكن أيضا الدولة والحكومة تتحمل كثير، لكن لأنه للأسف الشديد أنه حتى القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية لا تتوافق مع وجود التنمية المستدامة، ولا تشجع أساسا على التنمية المستدامة المستقبلية، لأن هذه التنمية هي عملية واعية أساسا، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، بل هي عملية منظمة من أروع ما يكون. وأيضا أنا لاحظت حقيقة على رؤى بعض الدول، بحكم أني أنا مشارك في رؤية 2030، أنه بعض الدول تفتقر الرؤية الموجودة لديها للسيناريوهات القادمة التي من الممكن أن نعمل عليها، لأنه هذه السيناريوهات تعتبر ذات استراتيجية طويلة المدى، وليست على مستوى 10 سنوات. لا، احنا التنمية المستدامة إذا ربطناها في السيناريوهات يجب أن تكون لا تقل عن من 30 إلى 50 سنة يكون الاستعداد لها في من كافة النواحي. ولذلك لأن التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية تعي الغايات المجتمعية. ما الذي نريده احنا من التنمية المستدامة؟ ما الذي نريده؟
إذا عرفنا ما الذي نريده من التنمية، التنمية المستدامة والأهداف ليست شعارات فقط، وإنما تريد عمل نلتزم بتحقيقها، ونملك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفؤ للموارد المجتمع. أهمية أهداف تحولات أيضا هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تركز عليها التنمية الشاملة في عملية النمو الاقتصادي. وهذه التحولات في إطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي القدرة على التقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية. نحن نريد إنتاجية ونسعى إلى جودة أداء وليس أداء، لأنه الكل يؤدي. للأسف الشديد أنه أصبحت مجرد التنمية المستدامة تحقيقها أداء. لا، إحنا لا نريد تحقيق أداء في التنمية المستدامة، إحنا نريد جودة الأداء، وكيف نصل إلى جودة لتحقيق الأهداف كلها بالكامل. ولذلك الإنتاجية مطلب. إذا إحنا طبقنا جودة الأداء أيضا في التنمية المستدامة بطريقة السيناريوهات المستقبلية، سنجد أنه نسبة الإنتاج التي لدينا ترتفع سنة عن سنة حتى نحقق ونستطيع تحقيقها بمشيئة الله تعالى. أيضا إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية التي تبني قاعدة إنتاجية صلبة وليست قاعدة إنتاجية عادية وقوية. إحنا نريد الوصول إلى القمة، ولا نريد الوصول أن نكون بالقاع ونحتاج الآخرين. وأيضا هذه هي تعتبر طاقة مجتمعية متجددة، كل يوم حتتجدد، كل يوم حتتطور، لأنه أنا باني سيناريوهات مستقبلية لأحداث قد تحصل أو لا تحصل، ولكني أكون أنا جاهز. وهذه يعني تكون أيضا مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية. إحنا نريد التشغيل الذاتي، نريد التشغيل الذاتي من خلال التنمية المستدامة ببناء سيناريوهات أيضا مستقبلية. وكذلك نريد أن تكون هذه نامية وقادرة على مواجهة التغييرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها. هذا التحقيق المتزايد المنتظم عبر فترات زمنية طويلة قادر على الاستمرار واستمرار زيادة متوسط إنتاجية الفرد. إحنا الآن كثير من الأفراد الموجودين لدينا يعانون من الفقر، وقد نصل إلى خط ما تحت الفقر بسبب عدم وجود سيناريو مستقبلي اقتصادي مستقبلي، وعدم وجود تحليلات للأزمات والاستعداد للأزمات. ولذلك إنتاجية الفرد الآن منخفضة، وأيضا الدخل للفرد العربي منخفض جدا، وهذا يكمن في التعبير عن المؤشر الاقتصادي المعروف بمتوسط الدخل السنوي للفرد. وإذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له أدوات القياس الصحيحة، سوف يعني حقيقة لست متشائما، ولكني أنا متفائل جدا. ولذلك أنا أقول من خلال هذه المنصة، يجب على كل الحكومات أن تبني سيناريوهات مستقبلية للأجيال القادمة، وإلا سوف تحصل كارثة لا تحمد عقباها نهائيا. سيعم الفقر في الوطن العربي بالكامل. ولذلك يعني أتمنى بأنه إحنا نحقق يعني التنمية المستدامة الحقيقية. مجالات تحقيق التنمية المستدامة، يعني إحنا تطلب يعني تطبيق هذا المفهوم، مفهوم التنمية في العالم، تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم، لجميع سكان العالم. ولكن أنا أقول من خلال هذه المنصة أنه يجب على كل حكومة عربية أنها تقوم بتحسين ظروف المعيشية لسكانها بالشكل الذي يحافظ على الموارد الطبيعية. نحن في الوطن العربي، وفي دراسة بأن الوطن العربي يملك موارد طبيعية
قوية جدا، وإلا لما تكالبت عليها تلك اللي هم الأمم التي حقيقة تريد يعني الاستيلاء على تلك الموارد الطبيعية، وأيضا يحافظ عليها ويجنبها أن تكون عرضة للهدر والاستنزاف غير مبرر، غير المبرر. ولذلك يعني إحنا لا نعمل اليوم، لا، نريد أن نعمل مستقبلا، نريد أن نرسم سيناريو مستقبلي لأبنائنا، لابني وابنك. إذا أنت أهدرت اليوم، ماذا سيحصل عليه ابني وابنك؟ أيضا ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة يجب الأمر التركيز على 3 مجالات رئيسية ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. إحنا للأسف الكثير الكثير لا يعني يعرف مفهوم، ما هو مفهوم التنمية المستدامة؟ ما هو مفهوم واسع جدا. وتحقيق، أولا تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة، والعدالة مهمة، من خلال خلق ترابط بين الأنظمة والقوانين الاقتصادية العالمية، بما يكفل النمو الاقتصادي المسؤول والطويل لجميع الدول ومجتمعات العالم بدون استثناء أو تميز. المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة، والذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد حلول. دائما ما نحن نتكلم عن المشاكل، طيب وين الحلول؟ أين هي الحلول؟ الحلول كفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر والغير مرشد للموارد الاقتصادية، هذا إضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة. بعض الدول منكم موجود فيها حاليا انقطاع الكهرباء، ممكن باليوم 2 3 ساعات تنقطع هذا. إذا كنا إحنا، لماذا تنقطع الكهرباء؟ ولكن إذا إحنا عرفنا الاسترشاد و حافظنا على هذا المورد لن تنقطع الكهرباء. يعني أنا رأيت أنه ما في مبالاة بأنه الأنوار كلها تكون مولعة، غرف لا تستخدم، صالة لا تستخدم، مكان لا يستخدم، الأنوار تعمل فيه، الأجهزة تعمل فيه، المكيفات تعمل فيه. وهذا الأمر حقيقة يحتاج منا على أنه إحنا نفكر في أجيالنا القادمة. تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم من خلال إيجاد فرص العمل، وتحدث الدكتور قبلي عن مسألة عملية فرص العمل. فرص العمل، لأنه أساساً أنا أتوافق معه في مسألة أنه لابد أن تتغير المناهج وأن تكون المناهج ذات جودة. يعني بمعنى أنا أعطيت حلول لإحدى الجامعات، وبحكم أني أنا أيضاً رئيس جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث البرازيلي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قمنا بإيش؟ بدراسة سوق العمل، دراسة سوق العمل الحالي والمستقبلي، وقمنا بوضع وإغلاق بعض الكليات، أغلقناها وفتحنا كليات جديدة من أجل أن تتوافق مع سوق العمل الحالي، وبالتالي إظهار الفرص. وهذا ترى ما يحصل في اليابان وما يحصل في الصين، وما يتم إغلاق الجامعات اللي خلاص أصبح فيها تشبع في سوق العمل. هي المسألة ليست أن الطالب ينهي دراسته الجامعية وبعد ذلك يقعد يبحث، يجلس يبحث عن عمل ولا يجد عمل لأنه التخصص متوفر، ولكن عندما أقلق وأدرس السوق، لأنه لابد من دراسة السوق بالنسبة للجامعات، وأيضا توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للجميع بما في ذلك توفير المياه والطاقة. أرجع إلى مسألة التعليم، أيضا مسألة التعليم، العالم يتغير، إذن المناهج تتغير بما يتوافق مع القيم والأخلاقيات. وللأسف الشديد الضغوط التي تحصل من كثير من اللوبيات، لا أريد ذكرها،
بتغيير المناهج، وبالذات تغيير المناهج في الدول العربية حتى تضعف. الكل يعرف والكل يعرف والكل يعلم بأن الوضع الحالي بالنسبة للتعليم في الوطن العربي أصبح يعني نستعله له للأمانة. أيضا توالت الجهود العالمية ما بين 72 عام 72 و2002 للتأكد من ضرورة إرساء قواعد التنمية المستدامة على مستوى العالم من خلال عقد 3 مؤتمرات أرض دولية مهمة. ولذلك يعني دائما احنا حضرنا وعدينا، ولدينا أيضا مؤتمر عن في لبنان إن شاء الله تعالى عن التنمية المستدامة، ولكن هذا سيكون مختلف لأنه احنا دائما ما نتحدث، ولا تزالون أنه تكوين تمكين المرأة تمكين المرأة تمكين المرأة. لا، احنا الآن بصدد إن شاء الله تعالى مؤتمر المرأة العربية والتنمية المستدامة بين التكوين والتمكين، لأني أنا أؤمن إيمان تام بأن التكوين لابد أن يكون قبل التمكين حتى أستطيع عمل وزيادة الإنتاجية. طبعا لا يخفى عليكم أنه في هناك معوقات كثيرة جدا، سأتطرق لبعضها فقط للتنمية، معوقات التنمية المستدامة. نبهت جميع المؤتمرات قمة الأرض إلى محدودية وندرة الموارد الطبيعية والاقتصادية على مستوى العالم، وإن استمر في استخدامها غير المرشد قد يعرضها للاستنزاف. لاحظوا أنه في بعض الدول العربية أيضا يعني للأسف الشديد أنها ضغطت على تلك الموارد الطبيعية، أتكلم الموارد الطبيعية، وبالتالي حدث ما حدث من استنزاف لها، وبالتالي الإنتاجية أصبحت بسيطة وبنفس الوقت ليست على تلك الجودة العالية التي نحن نريدها، وبالتالي إلى عدم قدرة على الوفاء باحتياجات الأجيال القادمة. أنا لا أتكلم عن الجيل الحالي، أنا أتكلم عن السيناريوهات المستقبلية للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق أكدت تلك المؤتمرات ضرورة خلق علاقة أخلاقية تربط بين الإنسان والبيئة، يتحقق عنها يعني أنه نصون هذه البيئة. أيضا إلى ذلك نبهت إلى ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية والاقتصادية بكفاءة عالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس من خلال ضمان الفرص والفرص المتكافئة في مجالات التعليم والصحة والتنمية بما في ذلك اجتثاث الفقر. طيب، إمكانية التحقيق، هو في إمكانية أنه إحنا نحقق هذه التنمية المستدامة وبالذات التنمية المستدامة المستقبلية من خلال يعني تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجيتها ومنهجها الشمولي؟ لابد من وجود إرادة سياسية للدول. الدول انشغلت للأسف الشديد، الحكومات انشغلت بكثير من الأمور، الحكومات انشغلت والأحزاب أيضا كذلك الموجودة في الوطن العربي والحزبية والطائفية حطمت أساسا تلك التنمية المستدامة في كثير من البلدان العربية. ولذلك لابد أن يكون لدينا استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها. التنمية المستدامة هي عملية مجتمعة، لا يمكن أني أنا يعني أعمل على هدف واحد وأترك الهدف الآخر، لأنها مرتبطة ويجب أن يساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق مع بعضها البعض. وأن لابد أن يكون في هناك تكاتف وتعامل مع التنمية المستدامة وفق شروطها، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد. نحن نحتاج إلى أن يكون لدينا عدة موارد
في الدولة الواحدة، لأنه لابد منها. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول المجتمع بالالتزام الوافي بأهداف التنمية المستدامة وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها. لابد من أنه يكون في هناك وجود تنازلات كثيرة جدا لابد أن نعمل عليها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول. طيب، إذا الآن احنا نتكلم، ما هو دور الفرد؟ ما هو دور الأسرة؟ ما هو دور أيضا المجتمع؟ التنمية في فلسفتها مفهوم أخلاقي، تعتمد على تغيير في أنماط السلوك. نحتاج إلى أنه السلوك فيما يتعلق بالأمور الحياة كلها، وليس فقط في سلوكيات التعامل مع التنمية المستدامة، بحيث يتحمل الفرد مسؤولية الشعور أيضا بالآخرين. نحن لا نشعر بالآخرين، نحن لا نشعر بمجتمعنا، نحن أيضا كل من إيده إله، وكذلك بمن سيأتي بعده، بمن سيأتي بعده. لأنه إحنا الآن نهتم في الأسرة، ولكن للأسف الشديد الأسرة جزء من المجتمع، والمجتمع جزء من هذه الدولة، وهو المكون الرئيسي لهذه الدولة. نحن لا نفكر، ولذلك غلبت للأسف الشديد غلبت علينا الآنة في كثير من الأمور. طيب، دور الأسرة في التنمية المستدامة. الأسرة دور كبير في خلق جيل واعي ومنتمي إلى مجتمعه، وخلق أيضا الوطنية الموجودة لديه ومجتمعه وبلده، ويحرص على أن يتمتع الجميع بمستوى عيش مقبول ومريح. لو أردنا أن نتكلم عن هذا الجانب، جانب طويل وكبير جدا، ويعني أحمل الكثير من الأسر على خلق جيل واعي ليس فقط في مسائل التنمية المستدامة، بل في أمور كثيرة جدا. دور المجتمع في التنمية المستدامة، دور المجتمع دور بالغ الأهمية في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، فالجميع هو المحرك الأساسي والمحور في عملية التنمية المستدامة. خلوني أقول لكم بس فقط مثال. في هذا الحج السنة الماضية، حقيقة أنا رأيت أمور كثيرة جدا، من رمي النفايات بلا مبالاة، وهذا الأمر أدى إلى إحداث أوبئة أيضا في الحج، ومرض كثير من الحجاج. كل أكل رمى سندويشة على الرصيف، كل من لديه كيس، لديه أي قمامة رماها رمي، علما بأنه في كان هناك حاويات كبيرة جدا. هذا الأمر سيؤثر على المناخ، بل وأدى إلى أوبئة وأمراض حصلت ووفيات كبيرة جدا بسبب ما حصل من إهمال وعدم وجود وعي في هذا الأمر. أيضا لما أقول ليس فقط دور القطاع الخاص، القطاع الخاص شريك أساسي، وهو الميزان الذي يعني يتجدد من خلاله الأهداف التنموية. فالحديث عن التنمية عبر برامج ونشاطات يعني مستديمة ومستدامة، لأنه سواء كان يعني الجامعات الحكومية ممكن شوية، لكن أيضا نحتاج إلى وجود الجامعات الأهلية بكثافة التوعية. أيضا دور القطاع الخاص مثلا كأكاديميات، مثلا هذه المنصة حفظهم الله ورعاهم كل الفريق، جالسين يقومون بعملية التوعية، التوعية من هنا وهناك، ويقدمون ما يستطيع. أيضا احنا لدينا في الأكاديمية 3M انترناشونال أيضا مسار، في أكاديميات ما شاء الله تبارك الله، الكل يعمل من أجل أنه يكون في هناك برامج وأنشطة، وبالذات برامج متنوعة. يعني
احنا مشكلتنا انه كلنا نجتمع في قطاع واحد، البعض منا لما يجي يقدم الاكاديميه الفلانيه تقدم في التنميه المستدامه، الجميع ككل لا بد، لانه ما في تقنين انه والله هذه الاكاديميه تختص في امر معين والاكاديميه الاخرى تختص في اكاديميه، وبالتالي لما نجمع الامور كلها تعود على الجميع بالفائده والكل يكون مستفيد، ولكن احنا يغلب علينا التنافسية، ولكن التنافسية لابد أن تكون منظمة ومنسقة في كثير من الأعمال. الدور الحكومي، الحكومة هي الراسمة للسياسات وصناعة القرارات. أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة هو أن تكون هذه السياسات وما يتبعها في من خطط ذات شمولية ومتكاملة. ذكرت قبل قليل أنه حتى في سن القوانين من الحكومة يجب أن تكون قوانين مرنة من أجل تحقيق تنمية مستدامة، لا أن نعقد الأمور ونطلب ما شاء الله تبارك الله هذا، رغم وجود الحكومة الرقمية والتحول الرقمي اللي حاصل الآن في كثير من الدول، وبدأت دول أخرى أيضا بوضع سياساته. أيضا دور القانون في حماية التنمية المستدامة وتدعيمها. اجتمع في الفترة من 18 إلى 20 آب 2002 وأعضاء الهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم بالندوة العالمية للقضاء المعنية بالتنمية المستدامة ودور القضاء، وضعت قوانين، ولكن هذه القوانين التي قامت بوضعها لا تتناسب مع قوانين كثير من الدول، لا تتناسب بل قد تعارض هذه القوانين. ولذلك من هذا المنطلق ومن هذه المنصة أنا أنادي جميع القانونيين الموجودين في الوطن العربي على العمل على وجود مؤتمر، يعني مؤتمر يكون عالمي، أنا أريده بأيضا وضع قوانين ووضع منهجية قوية جدا تتعلق بمسألة القوانين الدولية التي تختص في التنمية المستدامة، وهذه طبعا من ضمن التوصيات التي أريدها. إحنا الآن سندخل في مسألة التمكين وركائزه، ولكن قبل أن أدخل في التمكين وركائزه أريد أن أذكر نقطة حقيقة. دائما ما نتكلم إحنا عن التمكين والتمكين والتمكين وتمكين المرأة بالذات، عندنا الآن تركيز تمكين المرأة بالتنمية المستدامة. طيب أسأل سؤال، أين التكوين؟ أين التكوين؟ إحنا إذا أردنا المرأة وغيرها أو أردنا المجتمع أن ينجح حقيقة في إرساء قواعد التنمية المستدامة لابد أن نكونه، وهذا التكوين يعتمد على أنه إحنا ندرب، نوعي، نعطي كل الاحتياجات الخاصة المتعلقة في التنمية المستدامة حتى أنه إحنا نعمل عليها ويكون وتنجح هذه التنمية المستدامة في الدول. لا نريد فقط أنه يكون في هناك التخصصات الجامعية، لا نريد فقط التخصصات، ولكن قد يكون أفراد ممكن أنه إحنا إذا دربناهم وكوناهم التكوين الصحيح ممكن أن يكون لديهم أفكار أكثر من أساتذة الجامعة، أكثر من أساتذة الجامعة، لأنه ممكن أنا كأستاذ جامعي أنظر إلى الموضوع التمكين من زاوية، ولكن الشخص الآخر ينظر من زاوية أخرى، والشخص الآخر ينظر من زاوية. ولذلك عندما ذكرت نظرية جراحة العقل أنه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، فكرة زائد فكرة تنتج لي فكرة ثالثة، أنا ممكن من خلال عملية الدمج ومن خلال هذه طبعا القاعدة مركزة على عملية التفكير وشرحها يطول وهي موجودة أيضا على اليوتيوب. التمكين يتمثل في إطلاق حرية الموظف، ولكن ليست الحرية المطلقة أبدا، هذه حالة ذهنية وسباق إدراكي لا يمكن تطويره بشكل يفرض على الإنسان من الخارج أن يعيشه،
احنا عطونا مجال، عطوا الموظفين مجال حتى يستطيعون. لا احنا محافظين على تلك الكراسي. طيب هذا الكرسي كرسي حلاق، اليوم انت موجود بكره انت ماشي. لكن التنمية المستدامة عندما تجعل الموظف يعطي له الحرية، يعطي بتلك الأفكار، التنمية المستدامة باقية. ولكن أنت يا صاحب الكرسي لن تبقى في يوم من الأيام على كرسيك، لابد أن نعرف. هناك آراء مختلفة حول التعريف، إلا أنها تجتمع في غالبها على أن التمكين يتمحور في إعطاء الموظفين صلاحية وحرية، أن يعطي الأفراد صلاحية وحرية ولكن بدون تجاوزات للقانون والأنظمة والعملية الترتيب. التمكين عند الآخرين هو عدم القيام بأشياء على أساس القانون الجامد، بحيث ينظر أصحاب التمكين إلى القوانين على أنها وسائل مرنة لتحقيق غايات المؤسسة وأهداف. ولذلك إحنا نحتاج إلى قوانين جديدة وقوانين متجددة إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة. لا يمكن الاستفادة من مواهب الفرد وقدرته وإمكاناته، لا للمؤسسة لا للفرد لا أيضا حتى للدولة، مما يؤدي إلى إهمال هذه القدرات وضياعها وموتها أيضا في النهاية. لأنه إحنا لما نقول فوائد التمكين، بعد ما قلنا التكوين نريده، الآن إحنا بعد التكوين نريد أن فوائد التمكين بعد التدريب. يحقق مزايا ارتفاع الإنتاجية، انخفاض نسبة الغياب طبعا، ودوران كذلك بالنسبة للموظفين، لأن الموظف هو الذي سينهض في هذه التنمية المستدامة. أيضا تحسين جودة الإنتاج والخدمات، تحقيق مكانة متميزة، زيادة القدرة التنافسية، وأيضا إشباع حاجات الفرد في تقدير وإثبات الذات، ارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل، ارتفاع ولاء الفرد للمنظمة، تحقيق مكانة متميزة، إحساس الفرد بالرضا على الوظيفة. الفرق بين التمكين وبعض المفاهيم الإدارية. تمكين العاملين أيضا، لأنه إحنا بداية العمل، الآن أريد أن أعمل في تحقيق التنمية المستدامة. من الذي يحقق التنمية المستدامة؟ الكل، ولكن سأتكلم عن نقطة الموظفين في داخل تلك المنظمة. يعتقد أنه تفويض السلطة، وهذا طبعا ما نعطيه احنا في إدارة الموارد البشرية، بأنه يختلف اختلاف، يعني اختلاف كلي لتحويل جزء من الصلاحيات. حتى في مسائل الأسرة، يعني أنا كأب في عندي أمور ما أقوم بها، مفوض فيها أبنائي، ولذلك التفويض مهم حتى في موضوع الأسرة. تمكين العاملين والمشاركة، احنا مشكلتنا لا نستقبل لا من عاملين ولا من غيرها ولا نسمع، ولذلك صاحب السلطة والمسؤول هو رأيه فقط، ولا يسمح لي لا مشاركة ولا غيره. كل ما تقول له تعطيه مقترح أو تعطيه حاجة من أجل وجود تنمية مستدامة ومن أجل وجود تطوير، يقول خليك 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 خلص شغلك ومالك شغل بالباقي، خلي المسؤولية علي أنا. وهذا الأمر يعني للأسف الشديد أهبط كثير من المؤسسات، سواء كانت الحكومية أو الغير حكومية في الوطن العربي. أيضا تمكين العاملين والإثراء الوظيفي، يعني كثير من الموظفين يتعين اليوم، من بكرة اطلع على الشباك واستقبل المراجعين وتحدث معهم بدون وجود تكوين نهائيا، وهذا يخلق كثير من المشاكل الموجودة، لأنه لابد أن يتدرب كيف يسيطر على هذه الوظيفة، كيف يتم تحديد كيفية تنفيذ هذه الوظيفة، كيفية القيام والرقابة الذاتية للأعمال. وهذا الأمر كله ينطبق على
مسألة التنمية المستدامة. أنا لما أجيب هدف، أجي هدف من الأهداف، كيف أنا أعمل عليه إذا أنا ماني متدرب، إذا أنا ما أخذت المعلومات الكافية، إذا أنا ما عرفت كيفية التنفيذ وكيفية القيام بالمراقبة؟ كيف أنا أقوم بهذا العمل؟ ركائز التنفيذ، ركائز التنفيذ كل الأدبية أنه لابد المقومات وتوطيدها قبل تمكين العاملين في المنظمة. هناك يعني هذا المطلب خصوصا الحديث حول تلك المقومات. ما هي المقومات الأساسية؟ وهناك أربع مقومات وركائز إضافية إلى بعض المقومات الأخرى. المعرفة والمهارة. طيب، المعرفة تختلف عن موضوع المهارة. المعرفة طالب الجامعة، الدكتور، كلهم يعرفون، ولكن المهارة كيف أنا أقوم بتطبيق تلك أو أكتسب تلك المهارة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟ طيب، في هناك أمور مستقبلية. طيب، هذه الأمور المستقبلية والتي أقصد بها السيناريو، ماذا بعد؟ ممكن الفرضيات والاحتمالات اللي أنا أضعها لكثير من الأمور أن أقوم بالتدريب عليها وأجعل هناك أشخاص ذات مهارة عالية من أجل تطبيقها مستقبلا، وأكون لها مستعد. لأنه إحنا قرن، الكم الهائل من المعرفة لدينا، معارف ما شاء الله تبارك الله، معارف لا يمكن. وعندما تناقش شخص في معرفة قد يعني قد يسبقك أو قد يتفوق عليك، ولكن عندما تقول له طبق هذه المهارة يقول لك أنا ما أعرف. ولذلك الأنماط التقليدية الإدارية، التغير في إدارة الموارد البشرية والتغيير في شكل علاقات في مختلف. إذن إحنا لا نريد الابتعاد عن الأنماط الإدارية التقليدية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وأيضا تغيير في إدارة الموارد البشرية نأتي يعني نغيرهم إلى الأفضل من خلال التدريب واكتساب المهارات. الاتصال وتدفق المعلومات، للأسف الشديد سأشرحها باختصار بعيدا عن السلايد. ما في تعاون. لما تجي انت تريد بعض الامور التي تتعلق في وبالذات في المسائل الحكوميه والغير حكوميه، الشركه، القطاع الخاص او القطاع العام، الا فقط الجامعات هي التي متعاونه في هذا الامر. نريد معلومات، نريد ازدياد، نريد دراسه حالات، ما في ابدا، لا نعطى. ولذلك البخل على الموظفين في المعلومات فيما يتعلق بالوظيفة للأسف الشديد حاصل لدينا. طيب، إذا أنا انتقلت إلى التنمية المستدامة وأريد معلومات عن التنمية المستدامة وأريد أن أربط هذه الأعمال الموجودة لدي في إدارتي في التنمية المستدامة، يقول لك ستوب، توقف، ليس لك علاقة في هذا الأمر. لكن إذا منحت الثقة، منحت الثقة، الثقة يعني هذا المقوم الثالث بعد المعرفة والمهارة والاتصال وتدفق المعلومات، هو الثقة بين أساسا بين المدير والمرؤوسين، هو أمر جوهري. استعداد الفرد للتعامل مع الآخرين معتقدا بكفاءاتهم وأماناتهم أو صدقهم واهتمامهم بمصلحة وعدم توقع إساءتهم، لنثق بالمفكرين. إذا كنا نريد أن يكون لدينا تنمية مستدامة ذات جودة عالية، أنا ممكن أحقق تنمية مستدامة ولكن بركاكة. إذا أيضا الحوافز، لما شخص يعمل لي
على تنمية مستدامة، ويضع لي أفكار ويضع لي أمور من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق الأهداف في سواء كان في مؤسسة، سواء مؤسسة طبعا حكومية أو غير حكومية، أو كان على المستوى العام والمجتمعي. لماذا الدول الغربية تكافئ هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون كل ما هو جديد، كل ما هو مبدع؟ ألم تقم الدول الأجنبية باستقطاب العقول العربية من أجل تطوير بلدانهم ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة؟ إذن إحنا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ لن أتكلم عن السلايد. ماذا فعلنا؟ لأن هذه الأمور بحد ذاتها أنا محفز لي. يعني خلوني أذكر لكم تجربة المملكة العربية السعودية. تجربة المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤية 2030 استقطبت الكثير من العرب والكثير من الأجانب، وقامت بتجنيسهم أخيرا، وقد صدر أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بتجنيس عدة أشخاص، من لأنهم قاموا بخدمة المملكة العربية السعودية قبل أيام، قبل أيام معدودة. أساليب التمكين، هناك أساليب عشان أمكن أنا. طبعا التمكين له تفسيرات مختلفة جدا ووجهات نظر، ولدي سلوك تنظيمي وسلوك إداري وأيضا إدارة الموارد البشرية. هذه الارتباطات المتعددة أدت إلى يعني وجود تفسيرات لمساعدة علماء الإدارة للوصول إلى تحديد المفهوم وتعريفه بشكل يخدم أيضا الباحث والإداري لتحقيق تنمية مستدامة ولتحقيق أمور كثيرة بالوصول إلى رؤية مشتركة أو لمفهوم التمكين، سواء كان مفهوم إداري وعصري. تمكين الأشخاص والأفراد من أساليب القيادة، وهو أسلوب قيادة تسهم في زيادة الفعالية. إحنا نريد زيادة فعالية في التنمية المستدامة، لا نريد كلام. حقيقة ملينا مسألة عملية. إحنا نتكلم كثير جدا عن موضوع التنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة، ولكن ما هي الأساليب القيادية التي نريد تحقيقها أو نريد العمل عليها من أجل تحقيق تنمية مستدامة؟ ولذلك قبل هذا الأمر أو هذا الأسلوب، أسلوب تمكين الأفراد، تمكين الذات، ماذا عملنا لأنفسنا، لكل شخص من الأشخاص سواء كان المتواجدين هنا أو المتواجدين خارج المنصة؟ ما الذي حققناه لأنفسنا؟ ما الذي قمنا به؟ لأنه إحنا لما نقول تطوير الذات وتمكين الذات، هل تم ربط هذا التطوير بالتنمية المستدامة؟ أم في هناك نقص؟ ولذلك إذا كان وجود هناك نقص بالنسبة للأفراد، يجب بالبداية معالجة ذلك النقص في تطوير الذات حتى يصلون إلى مرحلة عملية تطوير الذات بالتنمية المستدامة. لأن لابد أن الأفراد لابد أن يدركون ما هي التنمية المستدامة وكيف العمل عليها، وأتوجه نحو قبول المسؤولية والاستقلالية أيضا في اتخاذ القرار الموجود لدي. أيضا أسلوب تمكين الفريق، فريقي لما أنا أعطيه كامل الصلاحيات وأعطيه البحث بالتشجيع، أمكنه لأنه من خلال العمل الاجتماعي، من خلال العمل الجماعي أقصد. طيب
أبعاد، لدينا أبعاد متعددة في التمكين. هذا الأسلوب على الجمع بين الأساليب السابقة، ويرفض اعتماد بعد أحادي الجانب لتفسير مبدأ التمكين. يقول هولند بأنه حتى تكون عملية التمكين فعالة وناجحة، فلا بد أن تقوم على جوانب وأسس متعددة. ما يمنع هذا الأمر من أنه فريق العمل الموجود لديك في موضوع التنمية المستدامة ممكن يأخذ 4 أشخاص يأخذون هدف واحد فقط ويقومون بالعمل عليه، وكل شخص من الأشخاص في هذا الفريق يأخذ زاوية من الزوايا، أو يأخذ جانب من الجوانب، ويتم فيما بعد ربطها مع بعضها البعض. طيب، راح أكتفي خطوات تنفيذ تمكين العاملين. كيف أنا في أمكن العاملين من تطبيق التنمية المستدامة لدي؟ المنظمات التي يعني تفكر في تنفيذ برامج تمكين العاملين تحتاج إلى أن تتفهم، أن تبني التمكين، ليس في حال من الأحوال اختيار سهل. يجب أن يعني ينفذ على مراحل، لأنه أنا أؤمن بأنه جاسم المطيري لما يأتي يريد أن يدرب موضوع لا يعطيه كتلة واحدة، لا، بل أعطيه على خطوات. خلصنا الخطوة الأولى، عملنا عليها، طبقناها تطبيق ممتاز، ننتقل إلى مرحلة. ولذلك عندما أقول في صناعة الأهداف بأنك لديك هدف رئيسي، وجزء الهدف الرئيسي إلى أهداف بحيث تكون مترابطة، وهذه إذا كان لديك مرحلة قوية، فجزء هذه جزء هذا الأمر إلى عدة مراحل، ولكن بشرط أن تكون مترتبة وأن تكون كل مرحلة مكملة للأخرى. ولذلك لما ذكر باون 3 مستويات من التمكين في المنظمات، تتراوح من التوجيه للتحكم إلى التوجيه إلى الاندماج، وأوضح كوردن أن الأسلوب التدريجي أفضل طرق لتمكين فريق العمل أو لتمكين فرق العمل. فمسؤوليات الإدارة الذاتية واتخاذ القرار يجب أن تعهد إلى الموظفين بعد التأكد من إعدادهم، وهو المقصود في التكوين. طيب، احنا الآن راح ناخذ تحديد أساليب الحاجة للتغيير. نحن نريد تغيير، ونريد هذا التغيير أيضا أن ينطبق على التنمية المستدامة. ماذا نريد أن نبني من برامج أيضا علشان نمكن؟ لابد أنه احنا نكون عشان أمكن العاملين، توضيح السبب من الأسباب أو الأسباب وراء لماذا؟ لماذا نريد أن نمكن؟ لماذا نكون حتى نمكن؟ ولكن ما الذي نريد أن نمكنه؟ وما الذي سوف ينتج عن هذا التمكين؟ أنا يعني حاطها بمجملها. أولا، تحسين خدمة العاملين. حتى في التنمية المستدامة تريد، لابد أن نحسن خدمة، أن نحسن خدمة العاملين. أيضا رفع مستوى الجودة، وليس فقط أداء كما ذكرت سابقا، لا، نريد جودة أداء، نريد تحسين أو زيادة الإنتاجية، تنمية القدرات ومهارات الأشخاص الذين يعملون في مجال التنمية المستدامة.
حتى على المدى البعيد، حتى في السيناريو، حتى بعد إن شاء الله 20 سنة لابد أن تكون متهيئة، لأنه أنت لا تعرف الظروف، لا تعرف المتغيرات، ولكن عندما تكون أنت مكون حتى تمكن تكون أنت مستعد. أيضا تخفيف عبء العمل عن سواء كان المدير أو غيره من المسؤولين. التغيير في سلوك أيضا المديرين والإدارات، هناك تحديات هائلة. كيف أنا أغير؟ لأنه إحنا مشكلتنا في الإدارات العليا التي لا تريد للتنمية المستدامة أي طريق. لابد أن يكون لدينا أو أن نجد بيئة عمل ممكنة تتصل بتعليم كيفية وبشكل جدي في تنفيذ برامج للتمكين، لأن هناك حاجة ماسة التخلي عن السلطة. فقبل المضي قدما للحصول على الالتزام ودعم أيضا المديرين ودعم الموظفين ودعم العاملين، كل شخصية تعمل في بناء التنمية المستدامة سواء الحالية أو المستقبلية. تحديد نوع القرارات، نوع القرارات يعني لنفرض أنه جاءنا حدث مفاجئ وأنا مشكل فريق لهذا الحدث منذ فترة طويلة جدا. طيب القرار ايش القرارات اللي ممكن حتى في السيناريوهات المستقبلية للتنمية المستدامة لابد أن يكون في هناك أيضا قرارات قد تكون مكتوبة أو قد تكون معلومة. ولذلك للأسف الشديد أنه أحيانا الكثير بما يتعلق في التنمية المستدامة من المدراء لا يعطون الصلاحيات للآخرين للتحكم بها، ولأنهم ما يحبون التخلي عن السلطة. ومثل ما قلت لكم كرسي حلاق، هذا قايم وهذا قاعد، ويريدون دائما أن لا يتخلون عن السلطة والقوة التي اكتسبوها من خلال بقائهم على هذا الكرسي. وهذا أنا أعتبره مرض إداري أساسا موجود لدى المدراء، ليس كلهم لكن البعض منهم. أي حدث سواء كان حدث افتراضي أو احتمالي لابد أن يكون لديه هناك فريق، وهذا الفريق متفق ويعمل ويستخدم أسلوب الفريق، وحتى يكون المرؤوسين على تمكين المرؤوسين القدرة على اتخاذ القرارات وإبداء الرأي. طيب حدث من الأحداث حصل في إحدى الإدارات، المدير بإجازة أو مكلف بمهمة ويتابع الأعمال من خلاله، حصل حدث لابد من اتخاذ قرار سريع، المدير باجتماع مع احد الجهات الاخرى، قام احد الموظفين باتخاذ قرار وكان القرار ناجح وانتهت المشكلة. وعندما حضر المدير ماذا عمل؟ ماذا فعل؟ قام بتوبيخ هذا الموظف رغم النجاح العالي جدا. فعلمت الإدارة العليا بما حصل، ولكن الإدارة العليا متفهمة جدا، قامت بإقالة ذلك المدير وتعيين هذا الشخص مديرا عنه، لأنه اتخذ قرار كان سيكلف هذه الشركة في حال عدم اتخاذ القرار الصحيح ملايين من الخسائر المصالح. ولذلك
لابد أن يكون العمل من أجل التنمية المستدامة مع الفريق، أن يكون الفريق كله ككتلة واحدة يعملون من أجل إنجاح هذا العمل ومن أجل إنجاح هذه النقطة تحديدا، والنقطة التي يريدون تحديدها. أيضا المعلومات، إذا أردنا أن يكون لدينا نجاح في التنمية المستدامة وبالذات مع الفريق الواحد، أن لا نخفي أي معلومات ويمكننا الوصول إليها بأي وقت من الأوقات. أيضا اختيار الأفراد المناسبين، ممكن أنا أجد 5 10، لكن ممكن أجد من بينهم شخص قد يكون ضعيف. هذا الأمر يتطلب من أني أنا أقوم بتكوين هذا الفريق بالكامل حتى يكون لديهم انسجامية ويكون العمل بشكل جماعي. أيضا التدريب، ودائما أنا أقول التدريب التدريب، إذا أردنا نجاح أي مؤسسة أو أي منظمة سواء كان في التنمية المستدامة أو في غيرها، أن أقدم لهم التدريب فيما يتعلق بأعمالهم أو التدريب المساعد لأعمالهم، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى مهارة تامة من قسم التدريب لدراسة الاحتياج التدريبي لدى المؤسسة أو المنظمة. طبعا الاتصال لتوصيل التوقعات، دائما ما احنا لابد ان نضع توقعات وافتراضات. لاحظوا حتى قنوات نشرة الامطار او نشرة الطقس، يقول لك نتوقع امطار غزيرة، نتوقع امطار هذا. اين نحن من التوقعات في التنمية المستدامة؟ وهي طبعا السيناريوهات المستقبلية، كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة المستقبلية، ما نعطي حرية للجميع أو لجميع الموظفين وشرح التوقعات التي من الممكن أن تحصل في التنمية المستدامة. هذا الأمر علشان نشجع موظفينا لابد أن يكون لدينا برنامج للمكافآت والتقدير، قل للمحسن أحسنت وكافئه. هذا الأمر مكافآت بالذات في مسألة المؤسسات يعطي دفعة قوية ولتحقيق أهداف المنظمة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وغيرها. عدم استعجال النتائج، احنا دائما عجولين في الوطن العربي. الأمر ما في شيء كن فيكون، كن فيكون إلا أمر الله سبحانه وتعالى فقط، هو الذي كن فيكون. لأنه أنا لما أنتظر النتائج لا أقوم بالاستعداد. أيضا ممكن في كل تأخير أخيرة ممكن أنا أضيف شيء جديد في هذه الاستعجالات وفي هذه الأمور أو في هذه التنمية التي أريد تحقيقها. ولذلك مسؤوليتنا في التنمية المستدامة قوية جدا. طيب، أبعاد التمكين في التنمية المستدامة، هناك مواصفات ولدينا بعد مهاري، وهذا ما نحتاجه في كافة العاملين في الدولة وغير العاملين، لدينا بعد مهاري وبعد إداري. اكساب العاملين مهارات من خلال العمل الاجتماعي من خلال التدريب، وخاصة في مهارات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وحل النزاع والقيادة وبناء الثقة. والبعد الإداري يقصد به إعطاء حرية وصلاحية اتخاذ القرار لكل أعضاء المنظمة، لكل أعضاء المنظمة ومنهم
من حدد التمكين في 4 أبعاد يمكن أن توفر وسيلة لوصف وتحديد هيئة التمكين المستخدم في أي منظمة. طبعا البعد الأول المهمة، حتى المهمة حرية التصرف، الاستقلالية، وأيضا التوجيه ومعرفة حاجتهم للحصول على إذن لإنجاز المهام التي يقومون بها. القوة ليست القوة الجسدية والقوة الشخصية، لا، هنا أقصد بالقوة القوة الفكرية، خطوات في التبصر والتعمق في مفهوم التمكين، دراسة المفهوم القوة وكيفية تأثيرها على عملية التمكين، سواء من ناحية وجهات النظر القيادة أو العاملين على حد سواء. أيضا قوة الشخصية ليست بفرد العضلات، ولكن هي بالفكر. هذا الفكر هو الذي يمتلكها الأفراد نتيجة تمكنهم أو تمكينهم وخبراتهم أيضا الموجودة. البعد الثالث الالتزام، ومسألة الالتزام حقيقة مسألة يعني مؤلمة جدا. الكثير احنا عندنا في الوطن العربي للأسف الشديد ما في التزام ودقة الالتزام، لأنه التزام الأفراد والإذعان التنظيمي لأسلوب محدد أيضا ومحبب، ويتصل بعد الالتزام بالمواضيع المتصلة بزيادة تحفيز الأفراد من خلال توفير احتياجات الفرد للقوة والاحتياجات الاجتماعية وزيادة الثقة أيضا في النفس. الثقافة، لدينا مشكلة احنا في الوطن العربي حقيقة لمستها، انه لما اكون انا متخصص في عملية الإدارة والقيادة لا يمكن ان اربط اي ثقافة موجودة لدي في الإدارة والقيادة، ولذلك هذا البعد عن مدى يبحث عن مدى قدرة ثقافة المنظمة أيضا على تعزيز الشعور بالتمكين. الثقافة التنظيمية التي توصف بالقوة والتحكم من غير المحتمل أن توفر بيئة ملائمة لنجاح التمكين، بل على الأرجح قد تشكل عائق لبيئة التمكين، ويعتمد نجاح استراتيجية التمكين على بيئة المنظمة وأسلوب تنفيذها هذه الأعمال. مستويات تمكين العاملين، احنا نقصد بالمستويات تمكين العاملين في التنمية المستدامة. هذا الأمر ينقسم إلى مستويات 3. هذه درجة السلطة التي يمارسها العاملون من خلال مشاركة في صنع القرارات، بحيث تتمثل هذه المستويات في المستوى الأدنى. هذا المستوى يتطلب من العاملين وبشكل فردي معلومات محددة أو آراء حول بعض جوانب القرارات، وهنا لا يقدم العاملين الحلول بحيث لا يعرفون تفاصيل المشكلة التي تستخدم من أجلها. ولذلك من المهم جدا أن تقوم المنظمة أو أي منظمة مهما كانت، قطاع خاص، قطاع عام، حكومي، غير حكومي، على إعطاء كافة المعلومات التي تتعلق في جوانب التنمية المستدامة. علشان هنا هذه جزئية من التكوين، علشان أنا أمكن
أمكن، لا أن أمكن بدون إعطاء تلك الأمور لكافة فريق العمل الموجود لدي. أما البعد أو المستوى الثاني، المستوى المتوسط، هذا المستوى يتم استشارة العاملين بشكل أوسع، سواء بشكل فردي اجتماعي، وهذا المستوى تقدم لهم تفاصيل المشكلة. عندها يقومون على تشخيص المشكلة وتوصياتهم، ولكن القرار النهائي لا يندرج ضمن نطاق صلاحياتهم أبدا، ويدخل هذا المستوى دوائر أيضا الجودة هذه. وأنا المستوى المتوسط أقصد المرحلة الثانية، لكن المستوى الأعلى يتسم هذا المستوى الأعلى بامتلاك العاملين زمام السيطرة الكاملة على عملية صنع القرارات، وهذا المستوى نجدهم يعملون على اكتشاف وتحديد المهارات، المشكلات، وإيجاد الحلول، واختيار البديل الأفضل، ومراقبة نتائج القرار الذي يتخذونه. ويدخل ضمن هذا المستوى فريق العمل ذاتية التوجيه. الخلاصة من موضوعنا اليوم، محاضرتنا اليوم فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بالسيناريو: كل عمل أن يتم، يعني حقيقة أنا أتمنى بأنه يكون في هناك يعني اتحاد عربي أو هيئة عربية متخصصة في التنمية المستدامة وكيفية تنفيذها، وبالذات التنمية المستدامة المستقبلية، بحيث يتم دراسة يعني كل هدف من الأهداف التي أقرتها الأمم المتحدة وإمكانية تطبيقها في الدول العربية، وتكون دراسة من فريق متخصص متمكن جدا. يعني قد الهدف الأول قد ينطبق مثلا على دولة، وقد لا ينطبق على دولة أخرى. الهدف الثاني نفس الشيء، والهدف الثالث نفس الشيء. يعني إذا إحنا تكلمنا عن الهدف الأول، إذا قلنا الهدف الأول الفقر، ما هي الأمور أو الخطط التي سيتم العمل عليها حاليا ومستقبليا لدولة من الدول ينتشر فيها الفقر؟ إذا جينا على الهدف الثاني وقلنا الجوع، أيضا نفس الطريقة. وإذا جينا على الهدف الثالث وقلنا الصحة، ما يتعلق بالصحة الجيدة، والهدف الرابع التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين بما شرع الله سبحانه وتعالى، أيضا إذا جينا إلى المستوى السادس ماء نظيف، بيئة، صرف صحي، بيئة نظيفة، وإذا جينا إلى الهدف السابع تكلمنا عن الطاقة المتجددة، والهدف الثامن وظائف مجدية ونمو اقتصادي، الابتكار أيضا الهدف التاسع الابتكار والبنية التحتية. وإذا طبعا جينا إلى الهدف العاشر الحد من عدم المساواة في بعض الأمور، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات
مستدامة، والثاني عشر إذا تحدثنا عن موضوع الاستهلاك المسؤول، والثالث عشر العمل من أجل المناخ، والرابع عشر الحياة تحت الماء. تخيلوا على أنه يعني البحار والمحيطات أيضا لها، أو الحياة تحت الأرض، والسلام، وأيضا العدل، وسابع عشر الشراكات لتحقيق الأهداف. وهذه هي الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. ماذا لو وضعنا ورسمنا سيناريوهات مستقبلية لكافة أمور التنمية المستدامة؟ هل من وجهة نظركم بأنه ألا يتم تحقيق التنمية المستدامة حتى وإن كانت يعني على مدى سنوات طويلة؟ ألا تستحق دولنا بأن نتدرب حقيقة على كافة ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة المستقبلية؟ لأنه التنمية المستدامة بالسيناريوهات هي المقصود فيها على أنه إحنا نحافظ على استدامة كل ما هو جدير بتحقيقه مستقبلا لأجيالنا القادمة. أنا طبعا انتهيت بهذا القدر. احنا كان مخصص لنا ساعتين، لكن احنا وضعنا يعني حقيقة يعني ساعة ونص، فالحمد لله الذي مكننا من تقديم هذا الأمر. هذا طبعا التنمية المستدامة بالسيناريوهات والتكوين. أبد أنا جاهز لأي أسئلة أو أي استفسارات، سواء كان حاليا أو على ما هو موجود طبعا في رقم الهاتف. وإن شاء الله إلى لقاء قريبا إن شاء الله تعالى. والمايك لكم أساتذتي الأفاضل. شكرا لكم سعادة الدكتور جاسم المطيري على هذه المحاضرة القيمة، بارك الله بكم. حصلت المحاضرة على تفاعل قيم ومتميز في صندوق الدردشة، والآن نفتح المجال للمداخلات. من يرغب من الحضور الكرام بالتداخل ممكن رفع اليد لكي يتم منحه الصلاحية. بروف رشاد ديب تفضلي. السلام عليكم. الصوت واضح؟ عليكم السلام نعم ورحمة الله. نعم واضح ازاي تفضل. حضرتك بروف جاسم؟ انا بروف راندا ديب، استاذ من جامعة طنطا من مصر. بحيي حضرتك على المحاضرة الاكثر من رائعة، وجبة دسمة في التنمية المستدامة. بشكر حضرتك اولا على العرض، متميز، شرايح الباوربوينت بسيطة، كلامها مش زحمة، مريحة للعين، ما شاء الله حضرتك كفيت ووفيت. بحيي حضرتك إن حضرتك بدأت إن أساس التكوين إن هو بيبقى في الأسرة، لأن حضرتك عارف إن أنا عاملة مبادرة ابني ابنك صح، فبحيي حضرتك على النقطة دي. فعلا إحنا لو عايزين تنمية مستدامة أساسنا الإنسان، لأن الإنسان لو عدناه صح وكوناه صح إحنا ضمننا مستقبل مستدام. تاني حاجة بحيي حضرتك على مصطلح كرسي الحلاق، لأن فعلا القائد لازم يعرف إن الكرسي مش دايم له، ولازم يعمل على خلق جيل تاني، أو بلاش خلق، تكوين صف تاني بعديه، لأن ده بيحسب له على فكرة. أما يبقى فيه قائد ومشي وسايب صف تاني وتالت، ده بيحسب له، هو مش هياخد منه او هيقلل، لا ده بالعكس. بحيي حضرتك برضو ان حضرتك بجد ما سبتش ولا جزئية ان حد ياخدها يكمل عليها بعد كده. كمان حضرتك
حطيت توصيات لو مشينا عليها، يعني ازاي ما تكون اديتنا خطة كده او خريطة لنظام البلاد العربية، الموظف يحس او المرؤوس يحس ان هو ده فيه مكافأة، فانا بكده بديله حافز ان هو هيستمر ويحب. لا، في حاجات تانية جميلة جدا، انا مش عايزة اطول عشان ما اخدش من الوقت. شكرا لحضرتك، يعني الوجبة ساعة ونص ما شاء الله، ما يقرب من 60 شريحة أنا عداهم لحضرتك. فبجد شكرا إن احنا نحضر محاضرة جميلة، شكرا على اليوم الخامس وعلى نجاح اليوم الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم بروف رندا، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا وبركاته، شكرا جزيلا. دكتور، شكرا بروف عنده. شكرا لك بروف على مداخلتك الرائعة والمميزة. حقيقة احنا نحتاج لعمل كثير جدا وقوي في موضوع التنمية المستدامة. حقيقة لابد انه احنا نعمل توعية، انه ندخل التنمية المستدامة في كل بيت، في كل بيت، وبداية مثل ما ذكرتي من منهجية إدارة الأسرة، وهذا طبعا برنامج يعني قادم إن شاء الله تعالى، أنه التنمية المستدامة والإدارة الأسرية لتحقيق تنمية مستدامة مستقبلية إن شاء الله. شكرا لك بروف. شكرا دكتور، مزيد من التألق، شكرا. شكرا جزيلا، ونتلقى مداخلة أخرى من الدكتورة مريم العفيف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور جاسم، الثناء على ما تطرح من معلومات ومن جودة في الانتقاء حتى، وتقبل وسلاسة ومرونة الطرح في كل مرة تبدأ أكثر من المرة التي تسبقها. حقيقة يعني نلقى حرج في انتقاء الكلمات التي تليق بمقامك، بهذا العطاء اللامتناهي. حقيقة ذكرت معلومات قيمة، استطعت أن تقدم المادة بطريقة غير مملة البتة. حقيقة حينما أستمع للكثير من هذه المعلومات، ربما قد نقرأ مثل هذه المعلومات، ربما نحن أيضا ندرس في هذا المجال أو في مجالات المسرح، لكن حينما نسمعها منك تلقى لها نكهة خاصة حقيقة وليست مجاملة. أذكر على ما قلت في مسألة، مثل ما ذكرت الأخت أو البروف قبل قليل، مسألة كرسي الحلاق. حقيقة هناك، أو مثل ما قلت، المرض الإداري حقيقة لدى المنطقة العربية كغالبية للأسف الشديد، لأن الإدارات أو العمل المؤسسي عندهم كغالبية يسير وفق قاعدة أساسية، وهي كأنك تشتغل عند لا تشتغل معه، تعمل عند لا تعمل معه. وبالتالي حينما يتغير الفكر الإداري في العمل المؤسسي، كن على يقين ونكون جميعا على يقين أنه ستتغير الآلية. تأهيل المرؤوسين، هذه نقطة وإن بدت موجودة وملاحظة، مثلا يؤهلون المرؤوسين ويؤهلون رؤساء الأقسام، رؤساء الوحدات، رؤساء القطاعات، لكن الصلاحية دائما مفقودة، لا يعطون الصلاحية التي تمكنهم من اتخاذ القرار الصائب الذي دائما يكون لديهم أفكار مبدعة، أفكار خلاقة حقيقة نحو التنمية المستدامة، لكن هناك نوع من الكبت، هناك نوع من الروتين الرتيب. وأيضا أعود لكلمة المرض الإداري، أن كأنهم يقال لبعض الإداريين أو بعض القيادات الإدارية، يقال لهم كأنك ستأخذ مكانهم. بالعكس، مثل ما قالت البروف قبل قليل، حينما تنمي مثل هذه الكفاءات وتزيدها من التدريب والتأهيل، فأنت تخلق، يعني تخلق أجيال متلاحقة جيلا بعد جيل نحو عمل متسلسل من الإبداع، الشغف اللا منطفئ. للأسف أنا بالنسبة لي أجد في معظم الإدارات، في معظم
العمل عن كسب وعن واقع معايش. هناك حتى الشغف تفقد لذته نتيجة عملية القمع في بعض الـ يعني من قبل الكثير من القيادات الإدارية أو مرؤوسية الآن، يعني من يترأسون العمل. أعيد وأكرر، ربما نحن بحاجة إلى تعزيز هذا النوع من التوعية، تعزيز الديمومي نحو مسألة أن نحاول قدر الإمكان كل من مكانه، كل من منبره، من بداية التنشئة الصحيحة في الأسرة، في إدارة الأسرة، في إدارة مرفق العمل، ألا نسمح لمثل هذه يعني السلوكيات القمعية من أن تطغى على الرؤية العامة للتنمية المستدامة؟ إذا كنا نرغب جميعنا بأن نكون على محض سلسلة متواصلة من العمل الذي ينتج. هنا ربما أحد المواقف التي يعني كنت أمامها بشكل شخصي حقيقة، أنني واجهت مسؤول العمل وقلت له بهكذا في فترة ما تقريبا قبل 10 سنوات، قلت بصحيح العبارة: هل تريد عمل منتج وذو تميز وليس نجاحا فقط؟ قال نعم. قلت له: لتكون هذه الأسرة غير مالكة، كان عملا إداريا والإداريون هم الأسرة المالكة، فبالتالي لابد أن يفصل الشيء الشخصي عن الشيء العملي وأن توجه الكفاءات فقط لا غير، حتى يكون الإنجاز على محض متوازن. وأكد أيضا على مسألة الثواب والعقاب، من أحسن وأبدع في عمله وابتكر وكان له تميزا ملحوظا يزكى ويحفز ويعطى ما يقابل هذا العمل وهذا الإنجاز، حتى تستمر لديه ديمومية الشغف في العطاء الدائم. لا أريد أن أثير، لعلي أطلت هذه الكلمات، لكن مرة أخرى يعطيك العافية دكتور جاسم، كل الحاضرين كلهم باسمي وصفته سعيدة جدا بمشاركتي وحضوري في أغلب الفعاليات إن لم تكن جميعها التي تقيمها الأكاديمية أو من يرتبطون معها بعمل مشترك. شكرا لك دكتورة مريم. سأقول حديثك باختصار: إذا أردنا أن تكون عملية التنمية المستدامة ناجحة وتحقق المطلوب، لابد أن يكون لدينا إدارة ناجحة بمشيئة الله، وأن تكون لدينا إدارة استراتيجية تحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي لابد أن يكون لدينا إدارات ناجحة مرتبطة بأعمال التنمية المستدامة في كافة القيادات، لأنه لابد أن يكون للتنمية المستدامة حاليا وبهذا الوقت أن يتم ربطها مع كافة أعمال الإدارات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بوجود إدارة موارد بشرية قوية جدا تربط أيضا كافة الأعمال وكافة الأنظمة وكافة بالذات النظام الأساسي والنظام الداخلي في كافة الإدارات، سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع العام، من مؤسسات من جامعات، بأن تدمج عملية التنمية المستدامة. ولذلك أنا أطالب الجامعات حقيقة بأن يكون في هناك قسم حقيقة في، وأن تكون هناك كلية تسمى بكلية التنمية المستدامة، سواء كان في التنمية المستدامة الحالية أو التنمية المستدامة المستقبلية، حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن نكون دول مواكبة لتطورات العالم، المتغيرات التي تحصل في هذا العالم، وأن يكون لدينا حضور عربي قوي جدا بمصاف الدول المتقدمة أكثر وأكثر. وأشكرك على هذه المداخلة الرائعة، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم دكتور. نأخذ مداخلة أخرى من الدكتور طارق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، و دكتور جاسم ومشكورة دكتورة
حقيقة أنا بعتبر هذه المحاضرة قد يمكن شرحت المشكلة تشريحا عميقا وأوضحت الحلول وعالجت بعلاج مستفيد، يعني صراحة ده يعني كان محاضرة قيمة. أنا دكتور طارق خبير بيئي مقيم بالمملكة العربية السعودية، يعني قد كفيت ووفيت، بس في بعض الأشياء قد ما شاء الله يعني جائحة كورونا طرقت عليها، يمكن كان لها دور كبير جدا في تغيير كثير من المفاهيم، يعني حتى في مسألة التصميم. ففي بعض الدول اتجهت نحو تعديل في التصاميم الهندسية للمنشآت التعليمية على أساس أنه المسافة يعني كونه يكون هنالك مسافة آمنة بين طالب وطالب، فهي زي كانت لها تأثير كبير جدا، أخذت هذا المنحنى. فكيف أنا يكون بعد ده أنا أنظر لفعل النظرة المستقبلية للتنمية المستدامة ولاستخدامات الأرض ولما يعني ينبني على ذلك من استهلاك الطاقة والمياه وغيره. فدي دول الآن انتهجت هذا النهج، أنه جائحة كورونا أصبحت غيرت في كثير من التصاميم الهندسية وكثير من يعني الرؤى بكثير من الدول، حتى أصبحت يعني تغير في كيفية استغلال الموارد. فهل هذا يعني يمكن الفهم أعتبره هم اتخذوه الآن احترازي له دور كبير جدا في مسألة التنمية المستدامة؟ ده سؤال أول. الشيء الآخر، يمكن أنا قاعد أحضر مؤتمر الكوب أو ال 24 في بولندا، زرت الجناح البريطاني وبرضه كله كان عن استدامة المدن، فانتبهت أنه في سوفت وير استخدموه ل 50 سنة للمدن الساحلية، بيديك كيف أنه مستقبلا يحصل ماذا يحدث لهذه المدن الساحلية باستخدام هذه البرامج. وده طبعا احنا بنسموه في الاقتصاد الاقتصادات المختلفه البيئيه بالاقتصاد الابيض. فانا بعتبر هنا ده نهجي ماشي ممتاز جدا كونه انا استخدم، وانت ما شاء الله متخصص في الكوارث ايضا، فبالذات المدن الساحليه، وكونه انا استخدم مثل هذه البرامج اللي تديني رؤيه ورسم مستقبلي لماذا يحدث للموارد الطبيعيه لمدى 50 عاما. ده السؤال الثاني. الثالث، مسألة المردود البيئي، يمكن ما شاء الله تطرقت عليها وهمة مهمة جدا في مسألة التقنيات، يعني الاستثمار والنواحي البيئية. فكثير من الاستثمار ما ينتج عنه استهلاك لهذه الموارد الطبيعية أو الموارد الموجودة في أي دولة كانت. فأنا بعتبر تقييم المردود البيئي يكون من داخله التقنيات. فأنا كنت والله كنت أتمنى يكون هنالك أيضا شابتر أو يعني نقطة هامة لمسألة تقييم المردود البيئي، لأنه الآن العالم كله وبالذات هنا ما شاء الله المملكة دولة رائدة جدا جدا في مسألة الجانب البيئي، يعني ونهضت نهضة سريعة جدا. الشيء الآخر، ذكرت مسألة الفود، يعني نحن نعتبرها الهاند برينت، وأيضا ده في مؤتمر الكوب 25، أنه العالم يتجه من الفود برينت اللي هو البصمة البيئية إلى الهاند برينت اللي هو بصمة اليد، اللي هو كيف انت تستهلك الموارد بتاعتك الشخص. فدي انت ذكرت لها ما شاء الله باستفاضة في هذه المحاضرة القيمة، وانا اشكرك جدا جدا على هذه المعلومات القيمة والثرة، بارك الله فيك. شوف أستاذي الفاضل دكتوري حبيبي، موضوع التنمية المستدامة إذا أردنا أن نتكلم عنها وبالذات في موضوع السيناريوهات المستقبلية، طبعا هو هذا البرنامج حقيقة لا أخفيك أنه برنامج دورة متكاملة، طبعا فيه إضافات وفيه أمور كثيرة ممكن إحنا ندخل فيها. طبعا خليني يعني أعطيك باختصار عن إجاباتك أو عن الأسئلة كلها، سأجمعها في نقطة واحدة. عندما ننظر إلى رؤية 2030، وطبعا أخوك أحد رواد أو منظومة الفريق، إحنا عملنا في 2030 على سيناريوهات مستقبلية للتنمية المستدامة. ولاحظ أن الرؤية في المملكة العربية السعودية ليست فقط على مستوى 2030، بل هناك رؤية أيضا أخرى قادمة
وهي رؤية 2050. يعني كلها الأمور جاهزة، لكن الرؤية بدأت، لاحظوا أنه أنا ذكرت أنه تكون الأمور تتابعية وليست مجرد عشوائية، وهناك خطوات لابد من أنه يتم اتخاذها. لاحظ أنه الآن لاحظ إذا أنت تتذكر بداية الرؤية وانطلاقة الرؤية كان الإعلان عن بعض النقاط التي سيتم تنفيذها، وبدأت هذه النقاط بالتدرج نقطة ورا نقطة، والآن إذا لاحظت في خلال هذه الأيام تم الإعلان عن أمور أخرى. التنمية المستدامة يعني أو تطبيقها لابد أن يكون في هناك مرونة أيضا في عملية التطبيق. لاحظ أنه تم إيقاف أيضا بناء المطار، مطار هو أكبر مطار أو مدينة نيوم، نحن خلينا نقول عن مدينة نيوم. لماذا تم إيقاف مدينة نيوم؟ تم إيقاف هذا المشروع لأنه وجدنا أنه في هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تكون قبل وجود نيوم، فتم تأجيل نيوم إلى 2030. ولذلك دائما ما يعني ذكرت أنت أنه مثلا بريطانيا أنه بعد 50 سنة، إحنا لدينا مخطط إلى ما بعد 100 سنة أساسا، لكن لا يتم الإعلان عنه حاليا إلا بموجب خطوات متتابعة حتى يتم الإنجازات. ولذلك عندما دائما ما أقول عندما تنتهي من إنجاز في التنمية البشرية قم بالإعلان عن الإنجاز القادم أو الإنجاز اللي ممكن أن يحقق وأن يكون معاون للإنجاز السابق. ولذلك الأمور لما تكون تتابعية ستنجز أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة بكل أريحية، وهذا ما تعمل حقيقة عليه المملكة العربية السعودية في ظل يعني حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني المتابع لخطوات المملكة العربية السعودية في هذا الأمر يجد المفاجآت يعني المستمرة فيما يحقق التنمية المستدامة المربوطة ب 2030. ولذلك أنا دائما ما أقول وأتكلم بحكم تخصصي في التنمية المستدامة، أقول يا شباب حتى في على مسألة أنت ذاتك الشخصية، أنت ماذا تريد من التنمية المستدامة على المستوى الشخصي؟ وعندما تبدأ في ذاتك ثم بعد ذلك في أسرتك ثم بعد ذلك في مجتمعك، لأنه أنت إذا ما تملك مقومات التنمية المستدامة لديك كفرد من الأفراد كشخصي ثم بعد ذلك تنقلها إلى عملية تطبيق أسرتك ثم بعد ذلك إلى مجتمعك حتى تكمل المنظومة متكاملة. الآن كثير نجلس إحنا حتى مع يعني للأسف الشديد مع بعض الدكاترة ليس يعني يعرفون التنمية المستدامة كمسمى، ولكن لا يعرفون التنمية المستدامة كعملية تطبيقية ويمكن تطبيقها، لأنه للأسف أنه ما في عندنا تصديق لما نقول له في متغيرات ستحصل في البيئة، في متغيرات ستحصل في المناخ، يقول لك يا أخي صارنا إحنا 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة ما في شيء تغير. جايينا أنتم اليوم يا تبعين التنمية المستدامة تقولون لنا بأنه في هناك تغير بالمناخ. نعم في هناك تغير، في هناك مستجدات، التغيرات في المناخ تعتمد على كثير من العوامل الموجودة، خصوصا بوجود مصانع، بخصوص يعني لما أنا أجي إلى مسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت، يعني كانت الجزيرة العربية مروج وأنهار منذ آلاف آلاف السنين، وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أؤمن
بالرسول صلى الله عليه وسلم وأؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم سأصدقه، لأنه هذا الأمر يعني بأنه في هناك تغير في المناخ لما أنا أقول في هذا الأمر. ولذلك لما ندرس جميع ما هو موجود في القرآن الكريم من متغيرات، والمجال ليس مجال أنك أنت تطرح كثير من الآيات والأحاديث التي تخدم التنمية المستدامة، وهذا كان بناء أساسا الرسالة، رسالة الدكتوراه في المنظومة المتكاملة للإدارة الاستراتيجية بالسيناريوهات، وهي مبنية على كثير من الأمور بما فيها مسألة عملية التدريب، أو نقول هندسة سيناريوهات التدريب، أو هندسة التدريب بالسيناريو، أو إدارة الموارد البشرية بالسيناريو، أو إدارة الأزمات بالسيناريو. كثير يعني في 12 منهج داخل في هذا المنهج. وإن شاء الله تعالى التوعية الحالية التي يقوم بها الكثير من المنصات، وتحديدا يعني مثل ما تقوم في منصة أريد فيما يتعلق في التنمية المستدامة وتوعية التنمية المستدامة ومعرفة التنمية المستدامة ومفهوم التنمية المستدامة، حتى نستطيع أن نصنع جيل قادم يحافظ على الوطن العربي بالكامل ويقوم بتطويره. لأنه إحنا يهمنا الوطن العربي حقيقة، أنا ما يهمني دول أجنبية ولا يهمني التفكير الأجنبي نهائيا بأي شكل من ممكن أقتبس منهم، ولكن اقتباسي لابد أن يتوافق وأن أستطيع تطبيقه بمشيئة الله تعالى في الوطن العربي. ونحن قمنا في خطوات كثيرة جدا، وقدمنا كثير من المشاريع القادمة إن شاء الله تعالى ستكون في بعض الدول العربية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وبذرنا يعني بذرة ولنا مشاريع تدريبية إن شاء الله في عدة دول عربية بما يتعلق في عملية بناء التنمية المستدامة من الصفر. احنا نريد من الصفر، ولدينا مؤتمر قادم ان شاء الله تعالى في دولة ليبيا عن نتحدث فيه عن السلام والتنمية المستدامة، ربطنا السلام ايضا بالتنمية المستدامة. كل احترام لك دكتوري. شكرا جزيلا لكم دكتور، نتلقى مداخلة من الدكتورة محاسن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي محاسن مع السلام عليكم مؤيدين الهادي. السلام عليكم، سامعني؟ تفضلي تفضلي دكتورة. نعم. استشارية التحصيل بعيش الدكتور غندر في التعليم العالي حاليا. شكرا لك يا دكتور. في الحقيقة يعني من تجربتي في العمل على مستوى مراكز القرى في الدولة، عندنا مشكلة كبيرة جدا يا دكتور بالنسبة للفارق ما بين الدولة مراكز القرى وما بين هنا الجامعات مراكز البحث. دي كلها يعني بعيدة من حشرات المؤسسي الفكري البشري. وانا من هنا عندي يعني مقترح، لما كنت في شغلي اقترحت انه يكون في السودان في كل وزاره في هيئه في مجال الاستشاره داخل الوزاره، يكون في يعني ممثلين لكل الجهات اللي احنا محتاجين داخل الوزاره. فيا ريت يكون من ضمن المقترح ايضا برضه يكونوا ممثلين للتنمية المستدامة داخل كل وزارة، لأنه أنا في مريض ربط الهيكل المؤسسي ما بين الدولة وما بين الجامعة وما بين المركز البحثي و الربط المؤسسي. يبقى أنا عندي مشكلة في الهيكل الفكرية والتنمية والمؤسسية للتنمية المستدامة. فأنا يعني أقترح، ويا ريت المقترح ممكن يكون كامل الدكتور إذا أتاح لي الفرصة عبر الهاتف أو الواتساب عشان أوري المقترح بتاع
كيف نعمل ربط مؤسس بالنسبه للحياه الفكريه، شنو التنميه المستدامه على مستوى الفكر، شنو التنميه المستدامه على مستوى البشر، شنو الجانب البشري، شنو التنميه المستدامه على مستوى المؤسسي، ويكون هنا في ربط. الربط ده بيعني في الاثنين، التطبيق والتنفيذ. طبعا دايما بميز ما بين التطبيق والتنفيذ. التطبيق يكون تجريبي، والتنفيذ خلاص انت بعد جربت ونجحت ممكن تنفذ. فالمقترح بتاعي شويه كبير وموسع، فيا ريت تتاح لي الفرصه الدور. وشكرا لك، وشكرا لكل المجموعه بتاعت هذا اليوم. شكرا لكم كلكم، جزاكم الله خير. شكرا لك الأستاذة محاسن، أنت من جمهورية السودان؟ نعم، من السودان. نعم، دائرة طيب، التأصيل بالتعليمات. احنا الآن نعمل إن شاء الله تعالى، وجالسين نعمل مع الحكومة السودانية نعم على إنشاء بإذن الله تعالى قاعدة قوية جدا نعم لعملية التنمية المستدامة إن شاء الله تعالى، ووضعنا برامج ووضعنا خطة لتنفيذ عملية التنمية المستدامة ما بعد الحرب. يعني وإحنا جاهزين، نعم بنينا سيناريو قوي جدا، واجتمعنا مع الحكومة السودانية في جمهورية مصر العربية بالأيام الماضية. لكن نعم نعم مقترحك ممتاز جدا ليشمل الوطن العربي كله بالكامل، ونتمنى بإذن الله تعالى أن يتم إنشاء إدارات، يعني مثلا في كل وزارة من الوزارات إدارة تسمى إدارة التنمية المستدامة، حتى تقوم بتطوير العاملين لديها بما يتعلق في التنمية المستدامة. وهذا الأمر تأكد بأنه سيكون بإذن الله نعم تعالى مقترح في محل اهتمام إن شاء الله تعالى. شكرا إن شاء الله. شكرا شكرا لك، لك شكرا 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 جزيلا. شكرا. نتلقى مداخلة أخرى من الأستاذ مبارك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الدكتور مبارك الحازمي، أستاذ وباحث أكاديمي في الاتصال. مرحبا بداية، فيك. الله يسلمك. بداية، كل الشكر والتقدير لمنصة أريد والمؤتمر العلمي الدولي الرابع ولجامعة إيربيل على هذا الحراك العلمي المميز، والشكر أيضا لكل المنظمين على هذا المؤتمر العلمي المهم. والشكر موصول لسعادتكم أخي الأستاذ الدكتور جاسم المطيري على هذه المحاضرة القيمة والغنية بالمعلومات المفيدة، وعلى ما قدمته أعتبره منهج متكامل المفترض تدريسه في الجامعات. سؤالي لسعادتكم حتى لا أطيل عليكم، ألا يرى سعادتكم أنه من المهم أيضا أن تكون هناك سيناريوهات مستقبلية على مستوى العالم العربي، وأن تكون لنا استراتيجية في ذلك، تكون جهة معينة مخولة في ذلك تتماشى مع تقاليد وقيم منطقتنا العربية تخدم الجيل الشبابي الواعي؟ سؤال آخر إذا سمحت لي، في تصوري أن التنمية المستدامة بحاجة إلى وعي وتعريف ومشروع، وبحاجة إلى مشروع إعلامي. يا ترى ما هو الدور المنوط بالإعلام العربي فيما يخص بالتنمية المستدامة؟ ولكم تحياتي وتقديري. كل التحية والتقدير لك دكتور مبارك، الله يحفظك ويبارك فيك ويطول بعمرك. طبعا خليني أدمج لك السؤالين كلهم مع بعض. هناك الكثير من الدول العربية بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت تنتقل إلى مرحلة يعني وضع أهداف التنمية المستدامة في عين الاعتبار، ولكن أنا أقول لك ليس هناك حقيقة تنظيم حقيقي لعملية التنمية المستدامة وفق ما يعني يتطلبه يعني المنهجية
الحقيقية الصحيحة. ولذلك تغلب على بعض الدول أنه يقدم هدف على هدف ولا يربط الأهداف أيضا ببعضها البعض، وبالذات أتكلم على موضوع اللي هو الفقر والجوع، عدم ربط هاتين الأهداف، بل يتم تجاوزهم للأسف الشديد. لأنهم لما أنا يعني أقضي على الفقر، إذا معناته أنا وضعت قواعد قوية جدا لبناء وطن بهذا الأمر، وقضيت كذلك على مسألة الجوع، وبدأت ببناء الاستراتيجية الحقيقية للتنمية المستدامة. طبعا احنا مشكلتنا لما الموجودة في الوطن العربي هو عدم معرفة الاحتياج المستقبلي للدول العربية من كافة النواحي. أنا أقول من كافة النواحي، ومن يريد أن أيضا يعني أؤكد له هذا الأمر ممكن يتواصل معي على الرقم اللي أنا وضعته. أما من ناحية الدور الإعلامي، هناك قصور قوي جدا في الدور الإعلامي بالتحدث عن حقيقة التنمية المستدامة، وأيضا يعني قصور توعية. ما في الكثير من الوطن أو الكثير من الإعلام العربي لا يتحدث عن هذه النقطة، ولا أريد أن أدخل في يعني عملية مسائل تقصير يعني الإعلامي، وبالذات الإعلامي اللي هو يعني القنوات الفضائية، لم يطلع أو ممكن ما أعرف يعني، لكن حسب معلوماتي لم يتم مقابلة أي شخص خبير أقول خبير في موضوع التنمية المستدامة والتعريف بالتنمية المستدامة على أي قناة من القنوات العربية. ولكن نحن يعني نتواصل مع الصحف الإلكترونية، ونقوم بنشر كل من لديه مقالة، لديه موضوع يتعلق بالتنمية المستدامة ليتم نشره، لأنه متعاونين مع كثير من المواقع الصحفية، متعاونين أيضا كذلك مع كثير من الإعلاميين بالصحافة، أنا أقصد الصحافة الإلكترونية وليست الصحافة المقروءة. ولكن يعني أناشد يعني أصحاب القنوات الفضائية بأن يتم التركيز على موضوع التنمية البشرية، التنمية المستدامة، من خلال اللقاءات. أنا لي لقاء أو لقاءين في أحد القنوات ببرامج صباح الخير، وتحدثت عن يعني أهمية التنمية المستدامة بالنسبة للوطن العربي، إذا كنا نريد بناء وطن عربي كامل متكامل من جميع النواحي. كل الاحترام لك دكتور. شكرا جزيلا، شكرا لكم. إذا وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. نشكر سعادة الدكتور جاسم محمد صالح المطيري، الذي قدم لنا محاضرة بعنوان التنمية المستدامة بالسيناريو تكوين وتمكين. شكرا لكم سعادة الدكتور جاسم، بارك الله بكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم، وأتمنى من الله العلي القدير الجليل الكريم أن يوفقكم لكل خير، وأن يعني يعينكم على هذه الأمانة التي أنتم تقدمونها. أيضا لا يسعني إلا أن أشكر طبعا جميع المسؤولين في هذا المحفل العلمي، وأخص بالذكر جامعة أربيل، وأيضا شكرا للحضور، وشكرا للمداخلات، وشكرا لكل من تحدث، وشكرا لكل من كتب، وشكرا لمن لم يستطع أيضا
الحضور في هذا اليوم، وأسأل الله العلي القدير الجليل الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا. الآن نقوم بشرح طريقة الحصول على الشهادة لمن سألوا في الدردشة في صندوق الشات، لمن لم يستطيعوا من لم يستطيعوا طلب الشهادة لحد الآن يمكن البقاء معنا. سأقوم بمشاركة الشاشة الآن. هذا هو الرابط الذي أرسلناه لكم، رابط تسجيل الحضور في فعاليات المحفل العلمي الدولي 14، وهذه هي الأيام من يوم الافتتاح إلى اليوم الخامس. نحن الآن في اليوم الخامس، نضغط على اليوم الخامس. طبعا هذا بالنسبة للمسجلين في منصة أريد، أما الضيوف الكرام غير المسجلين الذين لم يسجلوا بعد في المنصة كأعضاء فيرجى التسجيل أولا. سأشارك معكم رابط التسجيل بعد قليل. الآن نشرح طريقة التسجيل في هذه المحاضرة. هذه هي المحاضرة التي كانت مع الدكتور جاسم. نضغط هنا تسجيل، يعني نكون الآن قد سجلنا حضور في هذه المحاضرة. بالنسبة للشهادة من هذا الزر الأخضر، نتأكد أنه الاسم هنا كما نرغب به أن يكون موجوداً في الشهادة. إذا أردنا إضافة لقب العائلة أو اللقب العلمي تغييره فيمكن تغييره من هنا. بعد ذلك نضغط إصدار شهادة. بالنسبة لمن لديهم العضوية الاحترافية فستكون يكون سيكون تحميل الشهادة هنا مجانياً، أما بالنسبة للذين لديهم عضوية اعتيادية في المنصة فتكون رسوم إصدار الشهادة لهذه المحاضرة هي 10 دولار. نضغط تحميل الشهادة فتتحمل لدينا الشهادة هنا، ستكون بهذا الشكل، عليها الأختام والتواقيع الخاصة بالمحفل العلمي الدولي والجامعة الراعية، الجامعة العراقية، وأيضا جميع شركاء المنصة. بالنسبة للأعضاء أو الضيوف الغير المسجلين لحد الآن في المنصة، الآن سأخرج من حسابي في المنصة. نرغب بإنشاء حساب جديد، هذه هي صفحة إنشاء حساب جديد. هذه هي أرسلناها الآن، رابط إنشاء حساب جديد لغير المسجلين في المنصة. أي استفسار آخر يمكن كتابته في الشات لكي أجيب عنه. بالنسبة للأعضاء المسجلين يجب تسجيل الدخول أولاً ثم الذهاب إلى الجلسات والتسجيل في المحاضرة. إذن لغير المسجلين يرجى التسجيل في المنصة، للمسجلين في المنصة يرجى الدخول أولا من خلال البريد الإلكتروني والباسورد لكلمة المرور، ثم الذهاب إلى اليوم الخامس، النزول تحت للمحاضرة وتسجيل الحضور فيها وطلب الشهادة. بالنسبة لطريقة تعبئة الرصيد فتكون من أي صفحة من صفحات المنصة يوجد هذا الزائد، هذا هو الزائد نضغط عليه فتظهر لنا عدة طرق لتعبئة الرصيد، موجودة تفاصيل الإيميل والواتساب لأعضاء منصة أريد المتعاونين، أو بالنسبة لشركات الحوالات المالية أيضا موجودة تفاصيلهم، هذه هي يمكن التواصل معهم والاستفسار منهم في عدة دول موجودين، أو ممكن عن طريق الحوالات البطاقة الائتمانية أو الباي بال أو الويسترن يونيون. هذا هو الرابط لمن يرغب به، رابط تعبئة الرصيد.
شكرا جزيلا لحضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم. نلقاكم إن شاء الله اليوم مساء الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة لنقل حفل ختام البرنامج الحضوري لفعاليات المحفل العلمي الدولي 14. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.